ائتلاف إدارة الدولة شيء ومحمد السوداني شيء آخر، يعني ما معناه أنه راح نشهد نمو ونشأة زعامة سياسية جديدة يقودها السوداني؟ والله نتمنى ذلك. شوف احنا حتى كمعارضين قلت لك، شوف مطالبتنا باسقاط النظام هو ليس كما يصور البعض انه نسقط النظام بكل مؤسساته، لكن بالشكل اللي وصفت لك اياه، يعني شكل الفوضوي العصبوي الطائفي المحاصصاتي، هذا اللي طالب به كل جماهير الشعب. زين، فاذا جاء شخص من داخل العراق وقدر انه من داخل هذا النظام السياسي، ما أقول انقلب عليه، ولكن يعيد مسار القاطرة على السكة، هنا أنا راح أقول لك هذا حلم وردي، مو اللي احنا نتحدث فيه حلم وردي. ليش؟ لأنه المنظومة اللي تأسست على مدى 20 عام ما عادت تفهم هذه القيم اللي نحكي بها أنا وأنت. كل أصبح العراق كانتونات، كل كانتون كل جهة لها رأس، وهذه الرؤوس تتلازم فيما بينها لتشكل النظام السياسي ولتشكل الحكومة وكل مؤسساتها. هذه هي القصة. إذا على السوداني إذا يريد هي شوف من اللحظة الأولى، أما أنه كما يفعل فعل غيره أنه مجرد مسألة وقت، أعطوني بعض الوقت خلوني هيئ، هو يغرق الحقيقة في الممارسة اليومية للوظيفة، تتحول إلى وظيفة هنا وليست إلى قيادة، وهذا هو اختصاص القادم على كيف تخلق القيادات التي تستطيع أن تتخذ القرار ويكون قرار حاسم في التغيير. نعم، أنا أتمنى أن يكون هناك شخص قادر في العراق على أن يضبط الإيقاع ويلملم جراحات العراقيين، لماذا لا؟ بالعكس. زين، في ختام هذه الفقرة اللي هي الحديث عن متبنيات الفكر الخاص بالدكتور أحمد الأبيض، أحمد الأبيض إلى ماذا يشتاق في العراق؟ والله يشتاق إلى كل حبة تراب من أرض العراق، بالرغم أنه أنا لم يعني أهاجر طويلا، بس يوميا لا استطيع النوم الحقيقه الا وان اتفرج على شوارع الى العيش ام الى الاحتجاج. لا، انا طبعا الاحتجاج هو محطه من محطات الحياه، فما تطول عمرك تحتاج عندما تحقق اهدافك، فبالتاكيد هذا طموحي الشخصي ان اعيش على ارض الوطن وان امارس حياتي الطبيعيه كاي مواطن. كنا نطمح ذلك قبل عام 2003، وكنا نعتقد الحقيقه يعني كنا نعتقد انه انا عندي ثقه بالقوى، لانه انا صح كنت في العراق لكن كنت كثير السفر، يعني تدري فرصه سمح بها بالحصار النظام ذاك الوقت، فكنت اروح الى لبنان والى سوريا وكنت اشوفهم الحقيقه، لان اغلبهم تربط بهم علاقات اجتماعيه. فكنت اشوف الشرذمه الحقيقه اللي يعيش بها كثير منهم الحقيقه، ولا عندهم فكر ولا طموح انه ياتوا العراق. يعني اقول بس تفضل، بس اكمل لك الفكره. تفضل. فاحنا الحقيقه كنا نعتقد انه اكو فرصه كبيره بعد ازاحه النظام السابق انه يعيش العراق بحريه وكرامه وبزهو وفق الامكانيات عزيزي البشريه والماديه. هنا يوديني الى سؤال الحياه وين بالعراق؟ النقص، الخدمات والكهرباء والوايرات والتكاتك والفوضى والعشوائيات، وين امريكا البلد المتطور الاول بالعالم؟ شلون تشوف حريه التعبير بالعراق؟ والله شوف اقول لك، يتوهم من يعتقد انه في الغربه لو كانت جنه تعادل الوطن. خليني اقول لك يا هاي واحده. اثنين، الحياه هنا جدا صعبه، يعني انت عليك ان تشتغل 12 ساعه حتى تغطي نفقاتك، جدا صعبه. هذه المسائل، الخدمات موجوده في دول الجوار بجنبك، الاردن، ايران، كل دول الجوار حضرتك توفر الخدمات. تركيا تعرضت الى اكبر زلزال يعادل 5 قنابل نوويه، الخدمات يعني توفرت باسرع ما يمكن. زين، اكو اراده تقول لي الوطن لا يمكن ان يعادله شيء، اغلى من الاولاد ومن العائله ومن كل شيء، وانا ضحيت بكل شيء الحقيقه من اجل الوطن. اقول سؤالك فيما يتعلق بحريه التعبير. حريه التعبير في العراق منزوعه ومنتزعه. من الدوله اللي تقدر تحكي بالاعلام مثلنا دكتور احمد؟ من الدوله اللي تقدر تحكي بالاعلام؟ الدول القريبه علينا، بس قريبة علينا، إيران، أقول سوريا، إمارات، منو؟ بس أكمل لك الفكرة، ما أنا خليها من أحط المفهوم رادة شوية. إيه، هو أنا أريد منزوعة ومنتزعة. الشعب العراقي ينتزعها انتزاع من بعض الجهات الظلامية التي تحاول أن تقمع الناس مجرد التعبير عن رأي.
ومنزوعة من قبل هذه الجهات نفسها. ولكن بشكل أساسي أقول لك إياها بكل صراحة، نعم أكو حرية تعبير في العراق، أنا أقر بذلك، ولكن تحاول بعض الجهات أن تلغي هذه الحرية. هي حرية، وعندما تحدث عن التعبير فهو حق بالأساس، هو حق التعبير. إذن اليوم اللي موجود صراع على حرية التعبير ما بين الدول التي تحاول انتزاع، ما بين الجهات التي تحاول انتزاع حرية التعبير. شنو الفرق بين النظام الدكتاتوري والنظام الديمقراطي او الليبرالي او كذا؟ هو هذا الفرق، هذا الفرق، انه النظام، نعم هذا الفرق الاساسي، وهذا ما كنا نتوق له. طيب، وبالتالي لا يعني وجود 100 فضائيه في العراق ما اكو حريه تعبير. عزيزي انا هويه قناتكم ما يعني اعرف الاسم الحقيقه، لكن ما اعرف لمن تنتمي بصراحه. لكن هسه تسالني عن اي فضائيه، هذا ليس مجامله لك. نعم. عن اي فضائيه اقول لك هاي لمن تنتمي، هويتها شنو؟ طيب، الأساس 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 في حرية التعبير أن تكون ممارسة منضبطة من قبل الجهات كلها بما فيها حتى المعبر، يجب أن لا يسيء. ترى هاي مو مثالية، يعني شفنا أنه بعض البلدان اللي بيها حد من ضمن الولايات المتحدة الأمريكية هم توصل إلى يعني بيها سقف، ماكو حرية تعبير. ما أنا أقول لك يجب أن تكون منضبطة من كل الجهة بما فيها الجهة التي تعبر عن نفسها أو الشخص. هنا الرئيس الأمريكي السابق سووا عليه سنسرشيب، يعني بمعنى شو نقول، تحييده من عام تويتر ومن كذا. إيه قوانين، طيب كل واحد قوانين. نعم، احنا مو ضد شوف، احنا مو ضد انه هذا ما محتوى، احنا مع ضبط الإيقاع والمحتوى لكل شيء، مع تثبيت الأخلاق والمعاني القيمة والأصول الأساسية للمجتمع العراقي كمجتمع ثم كحالة عامة ضمن الدول. هذا اللي، أما الإساءة لذلك على